يا معلم دياب، الحمد لله. ايه خير؟ فين؟ ما انا قلت لك انا تبت على السكه دي. مصلحه حلوه زي ايه يعني؟ كام يعني؟ 250,000؟ طب مين ده يعني؟ تمام، بس ال 250,000 يوصلوا لي على البنك. تمام، هظبط نفسي ونص ساعة اديك رنة. سلام. الو يا دياب، مصلحتي يا باشا خير؟ مصطفى؟ لا يا باشا، مصطفى مش هاخد عليا من 300,000، انت نصبت عليا المره اللي فاتت. لا يا باشا، مصطفى مش سهل. الفلوس توصل للحساب في البنك قبل ما اوصل. خلصانه، وانا ساعه بالظبط هخلص لك عليه. سلام. لازم انا اخليكم تخلصوا على بعض يا كلاب. يا ابني انا كنت لسه جاي. وانا كنت جاي. طب تعالى نتعرف مع بعضينا كده. تعالى يا عم نقف عند البلكونة أنا أهو. تمام. اثبت يا خالد، أنا جاي من وراك فلوس حلوة في قتلة. اللي أنت بتعمله ده يا مصطفى؟ زي ما أنت شايف. ده أنا عشان الفلوس؟ يعني أنت شايف كده يا مصطفى؟ أيوه. مين اللي بعتك يا مصطفى؟ اللي بعتني بعتني، المهم قلت لك واخد الفلوس. قول لي مين اللي بعتك وانا اقول لك مين اللي كان بعتني، عشان انا كمان كنت جاي اقتلك. انا اللي بعتني دياب وهديني 250,000 في قتلك. ابن الكلب، ده كان بعتني انا كمان عشان اقتلك، وكان هيديني 300,000 جنيه. يعني عايز يخلص منا احنا الاتنين ويضرب عصفورين بحجر؟ هنروح نقتله. الو، ايه يا ابني خلصت؟ طيب انا نازل من البيت اهو، جاي 5 دقايق واكون عندك. سلام.